السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة المعلم المبتكر، معكم تيتشر منى. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. اليوم راح نشرح مادة الرياضيات الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول الدرس الثاني. اليوم درسنا بتكلم عن إيش؟ القيمة المنزلية للأعداد حتى 100. طيب، فكرة الدرس أجد القيمة المنزلية للأعداد حتى 100. رح نتعرف على قيمة أي رقم من الأرقام داخل عدد ضمن 100. عندي هنا المفردات، المفردات بتكون من إيش؟ من الرقم والقيمة المنزلية. الرقم يعني لما نقرأ رقم، لما نقرأ ماذا يعني الرقم؟ يعني إيش الرقم؟ إن موقع الرقم ضمن العدد يحدد قيمته. يعني لما نقرأ العدد نبدأ بالآحاد، نبدأ بالآحاد بعدين العشرات، منزلة العشرات 29، 9 منزلة الآحاد و20 منزلة العشرات. طيب هنا 9 منزلة إيش؟ الآحاد. إحنا قلناها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، المربعات الصغيرة نرمز لها بالآحاد، 9 آحاد. وهنا كم واحد؟ 1 2 2 عشرات، يبقى 9 آحاد. 9 بننزلها زي ما هي 9، لكن العشرات هي اللعب كله في العشرات. 2 في العشرات بتساوي كم؟ 20. بتساوي كم؟ 20. تعالوا نشوف مثال، نحل معكم مثال ونشوف. عندي هنا رقم 2، خلينا نشوف هنا 34. عندي هنا 34. أول حاجة هرمز بالأربعة حطينا هنا 4 في الآحاد، وعندي 30 هذه برمز له بالعشرات، وهذه الثالثة. يبقى هنا 4، عدي 1 2 3 4، 4 في منزلة الآحاد، 4 في منزلة إيش؟ الآحاد. يبقى 4 زي ما هي، ما راح نكتب فيها أي حاجة، ننزلها زي ما هي 4. طيب بالنسبة للثلاثة كم عصا؟ 1 2 3. دايما في العشرات نكتبها 30، في منزلة العشرات دايما بتصير 30. يبقى هنا عندي 4 ما بتتغير، 4 بننزلها زي ما هي 4، لكن العشرات 3 1، هذه بسميها 10 20 30. يبقى هنا إيش؟ 30 في ناحية العشرات 30. طيب ناخذ مثال ونشوف معانا مع بعض. ناخذ المثال الأول، بقول لك أحوط القيمة المنزلية للرقم الملون بالأحمر، للرقم الملون بالأحمر. عندي هنا كام؟ 25. 25 نكتب 25 25. الخمسة طبعا هنرمز لها بهذه، اها 1 2 3 4 5، هذه كده عندنا 5، وهذه هنرمز لها 2 اهو بالعشرات. يبقى هنا عندي 5 وهنا عندي 2، يعني 20 10 20. طيب في عندي في الاختيارات هنا 5 أو 50. أول حاجة بناظر على إيش؟ على الأحاد، منزلة الأحاد. هنا كم في منزلة الأحاد؟ 5 5، أوكي، وعليها اللي فيها عليها المربع 5. يبقى منزلة الأحد، أول حاجة بنظر على الأحد،
خمسة، خمسة هنا، خمسة ولا خمسون نختار؟ يبقى الخمسة هنا عليها، فيها عليها مربع، أي واحدة نختار؟ الخمسة، خمسة ولا خمسون؟ مين يقول لي؟ خمسة، أحسنتم. ليش؟ لأنه خمسة في منزلة الأحاد، بننزلها زي ما هي الخمسة، يبقى أحط دائرة على الخمسة. هل أحط دائرة على الخمسين؟ ينفع أحط دائرة على الخمسين؟ ما ينفع، لأنه لو كانت في العشرات نحط دائرة على الخمسين، لكن في الأحاد بننزلها زي ما هي. طيب نأخذ مثال ثاني، نشوف المثال 34. عندي هنا 34 تعال نشوف هنا 34 أوكي، أربعة في منزلة الأحد. طيب الثلاثون في منزلة إيش؟ العشرات. أربعة وثلاثون، ثلاثة في منزلة الواحد، اثنين، ثلاثة. طيب مين يقول لي نختار ثلاثة ولا ثلاثون؟ ثلاثة ولا ثلاثون؟ مين يقول لي؟ يلا مين يقول لي نختار ثلاثة ولا ثلاثون؟ عندي هنا شوف، تعال نشوف الثلاثة في أي منزلة. الثلاثة في منزلة هذه أحد عشرات، يبقى الثلاثة في منزلة العشرات، على طول أختار ثلاثون، على طول أختار إيش؟ ثلاثون. ينفع أختار ثلاثة؟ لا غلط. ليش؟ لأنه الثلاثة بتكون هنا في منزلة الأحد، الثلاثة لو هنا ثلاثة يبقى هتكون في منزلة الأحد، لو الثلاثة هنا يبقى هتكون، هنختار ثلاثة، لو الثلاثة هنا يبقى نختار ثلاثون لأنها في منزلة العشرات. تعال نمسح وناخذ مسألة ثانية. عندي مسألة ثانية، عندي هنا 18، 18، 18. ثمانية عشر، أول حاجة الثمانية هي اللي عليها المربع، بقول لك أحوط القيمة المنزلية للرقم الملون بالأحمر اللي هي هذه. نختار ثمانية في منزلة الأحد، يبقى اختار ثمانية ولا ثمانون؟ أحسنتم، ثمانية. ليش؟ لأنها في منزلة الأحد، لو كانت في منزلة العشرات على طول اختار ثمانين. طيب ناخد مثال ثاني، عندي هنا 42، اثنان وأربعون. الاثنين هنا منزلة إيش؟ بسرعة، الاثنين منزلة الأحد، يبقى نختار اثنين ولا عشرون؟ أحسنتم، اثنين. ليش؟ لأنها في منزلة الأحد، يبقى الاثنين هذه بنسمي اثنين في منزلة الأحد. طب لو كانت الاثنين في منزلة العشرات يبقى اختار إيش؟ عشرون. خلاص إن شاء الله تكون استوعبتوا الفكرة. نأخذ مثال ثاني، عندي هنا 36، والستة نختار ستة أو ستون. يلا المربع في أي قيمة؟ في القيمة الأحد، الأحد في أي منزلة؟ منزلة الأحد، الستة في منزلة الأحد. ها يبقى ستة ولا ستون؟ ستة. أحسنتم، بارك الله فيكم. يلا خليكم سريعين معايا، ما شاء الله حلو. يلا 29، 29 نختار 2 أو 20. يلا الاثنين هذه في أي منزلة؟ في منزلة العشرات، نختار 2 ولا 20؟ 20. أحسنتم. ليش؟ لأن الاثنين في منزلة العشرات. أحسنتم. يلا كمان نشوف واحدة مسألة ثانية، 41 نختار 1 أو 10. الواحد وأربعون، الواحد وأربعون، الواحد هنا في منزلة إيش؟ الأحد. نختار أي مدام في منزلة الأحد، نختار واحد ولا عشرة؟ أحسنتم، واحد. لو كانت الواحد في منزلة العشرات يبقى نختار إيش؟ عشرة. أحسنتم. يلا مثال ثاني، نأخذ 28، 8 أو 80. يلا ها هذه في منزلة إيش؟ الأحد، الثمانية في منزلة الأحد، يبقى اختار ثمانية ولا ثمانون؟ يلا ها
ثمانية أحسنتم، برافو. ليش؟ لأنه الثمانية في منزلة الأحد، لو الثمانية في منزلة العشرات على طول أقول ثمانون. نأخذ مثال ثاني، إن شاء الله تكونوا استوعبتوا الدرس معايا. عندي هنا 39، 33. يلا، المربع موجود فين؟ في ناحية العشرات. هذه منزلة إيش؟ منزلة الأحد، وهذه منزلة العشرات. ثلاثة، نختار إيش؟ ثلاثة ولا 30؟ أحسنتم، 30. ليش؟ لأنها في منزلة العشرات، 30. ينفع أقول ثلاثة؟ ما ينفع. لو كانت الثلاثة في منزلة الأحد نختار رقم 3، لو كانت الثلاثة في منزلة العشرات نختار 30. يبقى اخترنا 30. أحسنتم. ناخد مثال، يلا، 65، 66. يلا، 65، الستة في أي منزلة؟ في منزلة العشرات على طول. ستة ولا 60؟ 60، برافو، أحسنتم. نأخذ مثال، 90، 90. عندك هنا 9 أو 90. 90 في أي منزلة؟ 9 هنا في منزلة العشرات. تختار 9 ولا 90؟ 90، أحسنتم، برافو، بارك الله فيكم أبطال. طيب، عندي 21، 1 أو 10. الواحد في أي منزلة؟ في منزلة الأحد على طول. أختار 1 ولا 10؟ 1، أحسنتم. وهذا هو الدرس اليوم، إن شاء الله تكونوا استوعبتوا معايا الدرس، مرة جميل وسهل. هي عبارة عن كيف أحوط على القيمة المنزلية الرقم الملون، نختار إذا كانت في خانة منزلة الأحد بننزل الرقم زي ما هو، لو كانت في منزلة العشرات على طول نخليها إيش، 50، 60، أي رقم اللي موجود معايا. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا الدرس، نراكم إن شاء الله في درس جديد إن شاء الله بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تيتشر منى، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، ولا تنسونا باللايكات والاشتراكات. السلام عليكم.